السلام عليكم، عدنا أحبابي الطلاب. إن شاء الله هنستكمل معا ما تم شرحه. الدرس الجديد إن شاء الله هنتكلم عن حماية التنوع الحيوي. إخوان الطلاب، إحنا طبعا في المحاضرة الأولى اتكلمنا عن الموارد الطبيعية، وقلنا الموارد الطبيعية هي مجموعة من النباتات، الحيوانات، الفحم، النفط، الغاز، كلها بتوجد في الغلاف الحيوي يا أبنائي، فبيعتمد عليها الإنسان. وقلنا أنواع الموارد زي ما اتفقنا، قلنا الموارد في موارد متجددة وموارد غير متجددة. وقلنا المتجددة يا أبنائي إن هي عبارة عن إيه؟ هي موارد تتجدد باستمرار، فاكر؟ أيوة، الشمس، النبات، الشمس والنبات ساعدوني يا أخوان، شمس، نبات، رياح، ماء، حيوان، طالما بيتجدد. وقلنا الموارد الغير متجددة هي توجد بكميات محدودة ولأنها تكونت من ملايين السنين. نرجع تاني للباب الأول في الأحياء يا جماعة، لما قلنا النباتات الصولجانية لما دفنت في باطن الأرض كونت الأحافير اللي هي الفحم الحجري، يبقى إذن الفحم محتاج ملايين، النفط محتاج ملايين السنين. وقلنا الموارد المتجددة بتتجدد والغير متجددة بتوجد بكميات محدودة. واتكلمنا على الاستخدام المستدام، يعني طالما في استمرارية والموارد الطبيعية بتدعمك نعمل لابد من ترشيد الاستهلاك وأيضا إعادة التدوير. اليوم أو المحاضرة الثانية إن شاء الله بتتكلم عن حماية التنوع البيئي. بنتلاحظ يا جماعة إن العنوان بيقول لك حماية، يعني إيه حماية التنوع الحيوي ده؟ إيه اللي موجود اللي أنا عايز أحميه؟ فاكرين أم زمان يا جماعة الأخطار المحاضرة السابقة اللي هي الأولى أمس كنت تكلمنا عن إيه؟ قلنا في أخطار بتهدد التنوع الحيوي. إيه اللي حصل؟ الاستغلال الجائر، لما حصل إن نتيجة الصيد الجائر بواسطة الإنسان تعرضت بعض المخلوقات في المملكة العربية السعودية، ساعدوني كده، ها النمر العربي ماشي تعرض، قرب يقترب من الانقراض، عندك العفري، عندك الوعول. بدأنا نفكر احنا هنسيب الانسان الغير سوي يصطاد يصطاد يصطاد؟ لا، هنلجأ ونعمل حاجة اسمها يا جماعة المحمية. لو كل واحد يبص ايه هي المحمية، وانا مسافر طريق مكة بلاحظ كده ممنوع الاقتراب والتصوير والصيد، ممنوع الاحتطاب لأنها منطقة محمية. إذا ما المقصود بالمحمية؟ عبارة عن حيز، منطقة من اسمها محمية، حيز. هل ممكن يكون محاط بسور؟ نعم، المهم تكون لها بداية ولها نهاية محدودة يا جماعة. ليه؟ لحماية النباتات المهددة بالانقراض، بعمل لها عملية تكاثر. لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، فاكرين زي مين؟ النمر العربي، عندك الوعل، عندك العفري، دول كلهم ما هنا حيوانات قد تتهدد إلى الانقراض أو قد تتعرض إلى الانقراض. فدوري أنا ودور المملكة ودور علماء البيئة بدأوا يفكروا كيف نعمل تكاثر لتلك الحيوانات اللي هو النمر والعفري والوعل، وأيضا أعمل عملية زيادة. زيادة لمين؟ للنباتات زي نبات العرعر، نبات المنجروف، دول كلهم كانوا معرضين للانقراض. إذا ما المقصود بالمحمية؟ مكان أو حيز لحماية وتكاثر الأنواع المهددة بالانقراض، فاكر؟ أيوة، النمر العربي، عندك العفري، عندك الوعل. تعالى ونشوف، نرجع تاني، بنلاحظ يا جماعة إن في مناطق متعددة داخل المملكة العربية السعودية. مشكلة اللي هنا الانقراض الصيد الجائر إن أنا بسعى زي ما قلت لك، بسعى لتوفير الملبس، هواية الصيد، أيضا يا أولادي الطعام، للتجار، البيع، دي كل الأشياء دي ممكن تهدد بعض الأنواع وتعرضها إلى الانقراض. طيب، هل أمثلة لبعض المحميات داخل المملكة؟ عديدة، جميع
للعالم كل دولة بتفكر ازاي تحمي الحيوانات اللي عندها من الصيد الجائر. المملكة لاحظت ان الوعول في تناقص مستمر، ما تبقى حوالي من 250 الى 300 وعر. بدأوا ياخدوا الوعول ووضعوها في محمية خاصة بها اسمها محمية الوعول. يبقى انا طب مطالب مني مش هتحفظ لي كل المحميات، لا، انا عايزك تعرف الهدف. ايه هي المحمية؟ مكان محدود وله حيز او له سور نضع فيه بعض الحيوانات التي تقترب الى الانقراض. اعمل عملية استمرارية تكاثر، اغذيها، ارعيها صحيا، ابدأ اشوف كيف أزودها بعملية التكاثر. أيضاً النباتات، أخذ بعض النباتات المهددة وأبدأ أنميها يا جماعة. يبقى محمية الوعول. عندي أيضاً محمية حرة الجوف، وهي أكبر المحميات داخل المملكة العربية السعودية. يبقى محمية حرة الجوف، محمية الوعول. طبعاً أيضاً محمية الأمير محمد بن سلمان، ومتهيألي يا جماعة حوالي 16,000 كيلومتر مربع، ليه؟ تعتبر ايضا من المحميات الكبيره. اذا من هنا انا عايز اعرف الهدف، ان المملكه بتسعى نتيجه ايه؟ انشاء الهيئه الفطريه، وانشاء الهيئه الفطريه يا جماعه لحمايه مين؟ لحمايه المخلوقات المهدده بالانقراض. يبقى انا دلوقتي الهدف من المحميه يا استاذ خالد ان في صيد جائر، عرفت فيه ان بعض الحيوانات قد تتعرض الى الانقراض. طيب من هنا لاحظوا العلماء يقول لك طب ما الهدف من المحميه، ايه الهدف من المحميه؟ يا راجل ده انا لسه قايل، يلا قول معايا، ان بعض الحيوانات زي مين ومين، وانا عايزك تعرف دول اساسيين عندك فعلا اقتربوا من الانقراض. عندك مين؟ اكتب أمثلة الحيوانات المهددة بالانقراض. هتقولي النمر العربي، هتقولي العفري، هتقولي الوعول. عملت إيه؟ حميتهم إزاي؟ من خلال المحميات. طيب هل عندك هدف آخر بالنسبة للموضوع ده؟ الهدف الوحيد إن أحمي التنوع الحيوي، إن أنا محرمش الأجيال اللي هي هتيجي بعدي إن شاء الله من رؤية النمر العربي والعفري والوكيل، لأن دي هتبقى فرصة ضائعة عليهم. هيسأل والده بابا إيه هو النمر العربي؟ فعلا صعبة عن الطفل يشوف صورة وما شافش الواقع. إيه هو العفري؟ هتبقى مشكلة. نفس الكلام يا جماعة. إذا دور العلماء بارك الله فيهم عملوا منشأة لحماية الحياة الفطرية، قلت في المملكة سنة 1986، وأيضا عملوا فيها وثيقة وقالوا أول شيء ممنوع الصيد بدون ترخيص، ممنوع الصيد يا أبنائي بدون ترخيص. طب وفي نفس الوقت ممنوع الاتجار، ما مش كل واحد ياخد مخلوق معاه وياخد مثلا العفري او ياخد نمر او ياخد وعل ومن خلال ينقلوه من داخل المملكه لمناطق اخرى او بلاد اخرى، لا، منع الاتجار سنه كام يا اولادي؟ 2001. طيب يبقى انا عرفتك دلوقتي يا اعزائي، عرفتكم بايه؟ ان كيف احمي التنوع الحيوي؟ التنوع الحيوي مليء بالحيوانات، مليء بالنباتات، لكن إذا قل بعض الأنواع منهم يحدث ما يسمى بعملية الانقراض إذا اختفى تماما. طيب هل في مناطق تنوع حيوي ساخنة؟ أوه، مش على قد المملكة، جميع دول العالم توجد هناك مناطق ساخنة بأشعة الشمس. لا، مناطق ساخنة يعني حرام، حرام عليك يا إنسان، كفاية كفاية الاستغلال الجائر. يعني إيه؟ نتيجة الكوارث الطبيعية، نتيجة تغير المناخ، نتيجة مين يا أبنائي كمان ساعدوني؟ نشاط الإنسان. إيه اللي حصل؟ أدى إلى تناقص وقلة الموارد الطبيعية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي لاحظ العلماء في مناطق معينة من العالم، إذا فقدت المنطقة الأصلية دي 70% من مكوناتها الأصلية، إذا كان نبات أو حيوانات، تعتبر مناطق ساخنة.
يعني دلوقتي العالم كله بدأ يفكر ممكن يحصل في قطع الأشجار تماماً، هيحصل إيه؟ مشكلة ليا وليك، تصحر، توقف أمطار، انجراف للتربة. طب لو حصل ارتفاع في درجة الحرارة، ما خلاص إيه اللي بيحصل؟ نسبة ثاني أكسيد الكربون بتزيد، الاحتباس الحراري، كل ده أنت قطعت النبات. والنبات كان بيعمل إيه؟ فاكرين يا جماعة في الأحياء؟ كان بيديني أكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون. طب لو ثاني أكسيد الكربون زاد في الكرة الأرضية، إحنا بيعرف عملية الاحتباس الحراري وغرق الشواطئ، ربنا يعافي الجميع إن شاء الله. إذن دلوقتي لو طلبت منك دلوقتي في الاختبار يا جماعة كسؤال، عرف المحمية ثم أذكر ثلاثة أنواع من المحميات داخل المملكة، هتيجي تقول إيه؟ المحمية بكل بساطة مكان يوضع فيه حيوانات ونباتات مهددة بالانقراض. طيب خلاص، طب ايه؟ بوفر لها جميع المستلزمات، مستلزمات صحية، تغذية مناسبة، حتى تلائم البيئة اللي كانت فيها بالضبط يا جماعة. طيب أمثلة المحميات عندك، أكبر المحميات اللي موجودة محمية حرة الجوف، محمية الوعول زي ما قلت لك وضعوا فيها كام؟ حوالي 300 وعل. طيب أيضا محمية الأمير محمد بن سلمان، يبقى الهدف من المحمية مراعاة تلك المخلوقات التي اقتربت إلى الانقراض. ماشي، ونعمل زيادة ثم إعادتها، ودي أهم شيء بقى يا جماعة، لما بتزيد نسبة المخلوقات دي أوديها فين؟ أسيبها؟ لا، تعاد إلى أماكنها الطبيعية حتى تتلائم وتتكيف مرة أخرى مع الوسط. فمن هنا يا جماعة بنبدأ نحافظ على المخلوقات من التهديد بعملية الانقراض. وقلت لكم فاكر المناطق الساخنة، خلي بالك من الكلمة دي، لا ده هي مناطق يقل فيها الموارد الطبيعية نتيجة نشاط مين؟ الإنسان، كوارث طبيعية، التغير المناخ. طيب امتى اقول المنطقه دي ساخنه؟ اذا لو المنطقه الاصليه دي يا ابنائي فيها كميه كبيره جدا من النباتات والاعشاب. طيب لو تم فقد 70% من هذه المنطقه الاصليه، اعرف ان هنا في مشكله. المشكله دي بيسموها مناطق ساخنة في التنوع الحيوي. وأشكركم يا أولادي على حسن الاستماع، ونتمنى لكم حظ سعيد في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إيه هي المحاضرة؟ هفكرك بيها. فاكر لما قلت تجزئة الموطن البيئي؟ ده دي تدمير. طب أنا عايز أرجع أهل الحيوانات اليمين إلى حيوانات اليسار، ينفع إن أنا أعزلك عن عيلتك؟ لا، إن شاء الله هناخد الممرات بين الموطن البيئي. إيه هو إيه هي الممرات؟ إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طب الممرات دي هل لها إيجابيات يا أستاذ خالد؟ هل لها سلبيات؟ اعرف أكيد أكيد هيكون لها إيجابية، لأن أنا بعمل إيه؟ ممرات لعلاج تجزئة الموطن البيئي، يعني ممرات بين أجزاء الموطن البيئي. وإن شاء الله هنتكلم عن بعض اللي هي المعالجة الحيوية الحصة القادمة إن شاء الله، أو المحاضرة القادمة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.